الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين قال إن درسي قدام بيي كتابك الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وحكى هذا لي موضوع كسابسا وحيالها أقوى احترك بضن يقفك كعلنا إيا ككحين إيا ورور كإيا همك ككحين إيا وحكم ذا إنه شكر النقى الله كدونا إيو يا أبا المرين يا شكر النقى أن ودتك بكدوني المركة وربا مركة هدو كوا يا ودتك وشكر النقى وايان ويكعب الكدران ديبكو ما هيسو ويا مركة وربا شكر النقى بدوني عمل كيسو مركة وربا حكول السناء إنو إخلاص أي كتهي إلهي درتي أصى مينا أيو إلهي الثواب يا أجر وكدونا أيو dadku inay iga abaal gudaan iyo inay marka waxa weeye ugu shukri naqaan iyo inay ku amaanan midba inaanu doonin inama nut'imukum liwajhi illahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura waxaanu idin qoodinayna ilaahay dartii waa sidoo ilaahay ku amaanay mu'mininta idin kama doonayno abaal gud idin kama doonayno shukri naqna idin kama rabno waa sida aayada kala tilmaamayso wama li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihi al'a يعني إخلاص عمل كيسو إنو أها مركا وحش داكو ما هيسا دودتك كوا يشكر النقي مركا وحوي إنو يكو أمانان وحش داكو هيسا مجرتو ومحوكو وشكر النقوي ومحوكا قابا الكدري سدا مؤرني قضبك واكسو هذا اللي آخر كوحو كلو شيخو يلي ومن دواعي الراحة أيضا وحيالها الراحة ذاك ينصن يصابا يوحا كمدة أن تتخذ من الأمور الكديرة أمورا صافية حلوة inaad ka yeelato umuraha marka waxa weeye aan saafiga ahayn kadirku waxa weeye dhooqada weey umuraha dhooqada waxa laga tilmaamaya yaani umuraha marka aan saafiga ahayn yaani ama marka waxa weeye masaaibka ama dhibaatooyinka ama waxyaalaha soo kale ay ku jiraan ayuu wuxuu ka yeelanaya umuran saafiyatan xulwa umur marka waxa weeye saafi ah oo marka waxa weeye aan iyadu dhooq lahayn وأن مركا وحوي وح يعني مركا مورال كيسة كقصية أن لهين أمعان أي كيرني مثلا لباتذي كل عضي وحورنا يا لباتذي وسهل ويا لباتك لو كوين أي لقاق قد بي بل هذا يسال نقول الله يتكورن بل هذا يسال نقول الله يتكورن ويكدرنا الله يا مثلا وكلا مركا قفكي وح كل عضي لباتير قعنبو كتشبي مثلا مركا سات الإلهي بكون سهلي بل هدي أدي نقول له إذا كعج درنا الله هاي وما تكعي كرتين هذي دبر كن نقول له إذا كعج درنا الله هاي وما تفرسن كرتين يعني وحوي أمورها غار كود برا الله تبع لقيا بين نقول كري لهاي مركا سهل ويا إنتني مركا وحوي وكفر حيا مصيبة دي يعني لهاي كخفيفي ومصائب تكوى وين أيو مركا إيجيا وحكروا إيجيا يعني مصيبة ذن إن دم بيجي لقاد عادين أيو ويسجد دنتي سي أي تهاي وعذابك آخره يعني أن لو قد بديجين مركا دمبيجا يا مركا الدنيا ده أنت اللي جوجي تاسنا وحين نقول إذا مركا أرن كلو صافية أو غير وبذلك يزيد صفاء اللذات سيدا سأود يدو حا كردية وحيالها مع معانك إن الصافي النقضان با كردية وتزول الأكدار وحيال الدوقي يمكن مركا والسولية يا وح مركا صمينا يا إنه وحوي وقتك كفا إذا يستو يعني مركا طاعدي تضرعي عبادتي الدعادي فإذا فرغت فانصب يعني مركا صاص ومركا صميني وعكلو الشيخ ومركا يلي قضبك مركا صغالي التمناد اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها وحتكيش أمورت مركا واحترئسة عندها قهرتو ذا مركا مدر لدبان وقصه غان كيال ووحا مركا كو أنفعي ونأدركيس واعمل على تحقيقها وحد مركا كو عمل فشا وصميسا إن أمورها واحترية وحنفعية في الدنيا والآخرة إن مركا حقيقين تد حقيقين يسوا أد مركا كشق يسوا ولا ترتفت إلى الأمور الضارة هنا إيجن أمور توحد بيسا هنا إيجن أمور توحد باطين يسها إيجن لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن سياد مركا وحوي وغافل نغطه وغمشقوشه أو اللودو أسباب تسوتشي ذي سهم بقى إيه مركا وحوي يعني مركا ورور كإيه مرقدة سوتشي ذي سياد مركا وحوي هذا وإيه اللي وده واستعين بالراحة كالما يصير راحة ذا يعني نفت هذه مركا وحوي
إنه مركا وقت إذا قارك راح يسطو إجماع من نفسي ينفتي مركا وحوي إنه كل راح يسطو على أعمالي المهمة عمل هذا مهم كأي كل راح يسطو وعمرك تلمام يا إن لقد ذاله وحقفك أنفع يا إن كد ذاله يعني همجا يمرجا يبروركا يفكر ذا وحيالها أمورها يعني قفك الدوقين يا إن كفكر أي أمورها مورك كدر يا إن مركا كفكر أي كل ذلك وحوي ووح مركا هو سيء نغنيا وحكم مشغولة يا إسكو لو سين يا أمورها واحتريا إنه مركا كم مشغوله أو فراغ أبوحيه وحنفع يا نكبوحيه سيدا آيادة إنو الشيقيني فإذا فرغت فانصب مركا عبادك فارغ ذو عبادك لكدال مركا عملك الدنيا كفارغ ذو عبادك كدال يعني معاني إنو عصى الوفسرة يا يعني عملك نافعها عملك لو ناكسن باللوغة قورية كاسوري مركا كفارغ ذو متكلا لكدالية وكو أنفعية أعماشي الدنيا مركا كفارغ ذو عمل آخر أيا لكدالية والنفطي مركا وحويا لكدالين أيا ومركا وحوية لوك اللي فيا إني السميسو تبوحي أنفعي أي يقفك آد قد ذلك يا احرص على ما ينفعك واستعن بالله حديث نمحو شيقي يعني مركا كد ذال وحكو أنفعي إلهي نكال ميسو بحكو أنفعي كد ذال يا مركا هدو قفك مركا وحوان أكسر مركا كد ذال وآدي آد ولي مادو ومركا وحوية أرنك آد ذالك ولي مادو فكر كمسو قريب وهي قاعدة فقهية وحالها المشغول لا يشغل عند مشغول سن لما مشغوليه هدو الروح يكون مشغول سن يهي وح مركا وناكسن يكون مشغول سن يهي وحياله كلمة بس يقري كرامبا يعني وحيالها وحي كفا إيدي سنة ينقفك فراقه يا وقت فراقه ذا كل سقن يهي وان وح عمل مركا هينين انت ساهمي إيا مرقادة إيا ورورك إيا والبهارك إيا وحاسا إيا حاضريا لكن هدو عمل مركا وحاوي وناكسن يكون مشغول سن يهي عمل كاس ولد ذلك يا وحوي وإلاوي يا مركا وحوي وحن ومرقدا يورور كان وإلاوي هذا من يسوق دالا أي مركا وحوي ساحنيا لكن فراغ ذا أي آدي آد وحيالها يوقف إذا سنكران حديث كم حكوا صاروري من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني قف إسلام المدي سوينا كذا وحكم ذا إنه كتقه وحن مركا ما لا يعني فائدة لهاي مركا وحي فائدة لها أيو مركا كد ذال إيا أمر والبا هلكن صوردقان إيا أينو حقيقيو ويسكد إيا حتى هدهي السورة قلي ويدو وحاول إيا وكن نقون إيا وكن نقون إيا وكن نقون إلا ومركا دنبالي يمادو وهلك اللي يري مهما أخفقت فلا تبالي فالنجاح قادم إن شاء الله يعني سكا استاد مركا أقول در ريسته وعمل كيوناك سنكوغو السورة قلي ويدو يعني واحد وقاتا يعني قوش وإمان إيسا إن شاء الله هذو مركا وحوي هنية تشبين وين تكوع العليسة يعني قصو مركا وحوي قصو إنك الدنيا دا إشيغان كم إذا إنك الله القصو صاري يعني مركا كهرباء قان هذا مركا دوتكو أي وقوة انتفاعية وحليها تتشابو ينادي آدو فربضان بسمي مروا آدبا بيوفر ربضيان وحي إلهدان سقال بقول إيا سقال إيا سقاشن تتشابو أيو سميو إنت مدوالبا أسور قلويني تي كوماد كونك تي بوحينيسي باي او سورة قش مرنا وابا كسي باديان با وقاركود وحي ارنشري من امالينيا سقال كون يساقال بقول يساقال يساقاشن قور ايو تيكابو ينسمي اوكو قول درهيستي تي توانك كون بوحينيسي اي او سورة قش مرنا وحي لهان تي كونك بوحينيسي باي او سورة قش واحد كان قرن يساقون وحوي تيروين كاي شيقيا وحلقيا باين التهليل مبالغة ان تحديد اللوغة شيدين المبالغة يكون حليرا إن شاء الله قتل ما مايو إن تجابوين فربضان أو كقول درايستين يشران لكن مركو النقضي مهارة والنقضي أن كهارين إلى وأرن كحقيت شيو سيدو جو علينا يجو علينا يجو علينا مركي الدنبه وحين نقطين وكقول يستي مرك هدي هذا حتى قول درايسته وحكو السورة قال ويان نه مركا وحوي هكهارين وأتي الشيخان علماء قاركود إنه كات كهذا علمي وكات كهذا علمي النحوه يا ترى نمركو علمي النحوي كات كهذا أيو مارتي الدنبوح أركي قرآن شو وحسد دون يسمى لنا لكرتو وحيسدانه وحوين بوها يذا مرك الله أجو ده وحوين أيو النغري ده والله صور عذا وقعد ده والله صور عذا وقعد ده والله صور عذا
mar walba markii saalla kor oo ay qadar la yara korto meeshii ay soo dhacda dad waxay noqotay inay deen weydo sida uu waday isaguna u daawanay ayaa markii dambe inta meeshii la kortay kala dhacda hada maarta halkii ku cibra qaatay buuri tii waa ta markaa quraanjaduba markii ki hari weeyday markii dambe waa ta markaa waxa weeye markaa ku guuleysatay waxa rabtay yaa qisay noocaas oo kale tilmaamaan markaa waxa weeye qofku waxa wanaagsan uu doonayo waa inuu aad ugu dadaalaa waa in markaa waxa weeye aanu ka tagin ilaa u xaqiijinayo taas waa inuu aad iyo aad isugu taxallujiyaa hamigii iyo qamigii iyo waxaasoo dhan waa tegaya qodobka labaatanaad wa min alumuuri annaafica xasmu alacmaali fi lxaal umuurta wax taraysa wax anfacaysa waxaa ka mid ah camallada in la gooyo fi lxaali isla markaaba in markaa la gooyo oo la furiyo aan dib loo dhigin watafaruqu fi lmustaqbal iyo in markaa loo faaruqo waqhtiga soo socda lianna alacmaala idaa lam tuxsam waayo camallada haddaan markaa la gooynin ijtamac calayka baqiyatu lacmaali asaabiqa yacnii haddaan camallada la gooyin waxaa kugu soo markaa ururaya camalladii haray oo dhan ayaa kugu soo ururaya wandaafat ilayha alacmaalu allaaxiqa waxaana markaa waxaa ku darsamaysaa camallada ku soo haleelayaana waa ku darsamayaan fatashtaddu wat'atuha waxaa markaa darnaanaysa yacni markaa camalladaas wat'ada asal ahaan istaagga ayaa la yidhaahdaa ama joogsiga yacni joogsiga camalladaasi kuu joogsanaya bimacnaa culayskoodaa kugu darnaanaya ay kugu cuslaanayaan isugu kaa imanayaan kaannahu mar keliya ay kuu kulmayaan faidaa xasamta kula shayin biwaqtii haddaad goyso shay walba waqtigiisa oo aana dib u dhigin ataita alumuura almustaqbalata biquwati tafkiirin wa quwati camal umuurta mustaqbaliga ee soo socota waxaad ugu imanaysaa feker xoog leh iyo markaa waxa weeye camal yacni xoog leh baad ula imanaysa yacni camal walba markaad waqtigiisa samayso aanaad dib u dhigin hadhow camalka dambe ee mustaqbalka kuu iman doona adigoo u gacan bannaan oo camallo kaloo ku mashquulinaya ayna jirin hadday tahay xagga fekerka iyo hadday tahay xagga markaa gacanta midnaba yaa baa camalladii kale kuu imanayaa laakiin camalkii haddii maanta aad dib u dhigto aad tee berri baad samayn doontaa yaa camalkii berrina waa ku sugayaa camalkii maantana waa adiga berri u riixay haddaad haddana saa dambe usii dib dhigto intee camal baa saa dambe isugu kaa imanaysa dee ma wada qaban karti laakiin camal walba haddaad waqtigiisa markaa fulisaad la timaado waxay noqonaysaa inaad markaa u gacan bannaanaato camallada markaa aad qaban doonto mustaqbalka inaad u gacan bannaanaato ayay noqonaysa marka inaan camallada dib loo dhigin waqtigiisa lagu dadaalo la hormariyo ayaa markaa laga tilmaamaya waxaana la ammaanay degdega loo degdegayo khayraadka iyo wanaagga loo degdegayo wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wasaabiquu yacnii adiladu waxay sheegaysaa in loo kala dheereeyo wanaagga loo kala dheereeyo oo markaa waxa weeye hor laga sameeyo oo hor lagala yimaado oo aan dib loo dhigin shaydaanku waxyaaluu adeegsado waxaa ka mid a in camallada dib loo dhigo oo yidhaaha toobaddii dib baad ka toobad keeni doontaa u kaadi hadda waa toobad keeni doontaa ee markaysa markaa u kaadi yaa camalkaa dib baad ka samayn doontaa waxaad dib baad kala iman doontaa yacni waxa weeye taswiifku ma fiicna laa tusawif camal alkhayri ilaa hadin lacala hadan ya'ti wa anta faqiidu yacni camalka markaa waxay berri dibaha ugu dhigin waxaa laga yaaba berri inay timaado adigoo lagu waayey oo berri inaanad gaadhin baa dhici karta haddaad camalkii wanaagsanaa hor ka samayso hadhow haddii xataa cudurdaarro kugu yimaadaan camalkii caadada ku ahaa waa lagu qorayaa idaa marida alcabdu aw saafara kutiba lahu maa kaana yacmalu saxiixan muqiima waa tii xadiidka ay ku saarurtay saxiixa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi addoonku hadduu xanuunsado ama uu safro waxaa loo qorayaa camalkuu samayn jiray markuu caafimaadka qabay ee uu negaa ee safarka ka madhnaa camalkii uu samayn jiray baa loo qorayaa marka inaan camaasha dib loo dhigin ee hor laga sameeyo ayuu sheekhu inoo tilmaamayaa waxay kaloo ka cabiraan culammadu daacatu lwaqti waa in lagu dadaalaa daacatu lwaqti waa maxay waa camalka markaa waxa waqtigaasi la gudboon qofka yacnii waqti walba yacni shaqa qofka u taalla shaqada waqtiga u taalla ayuu markaa waxa la imanayaa inuu ku mashquulo camal aan weli iman inuu ku mashquulo sax maha haddaa camal aan weli iman uu ku mashquulo waxay noqonaysaa kii waxa weeye waqtiganna ma qabanaayo
oo fakarkiisii iyo niyadiisii iyo hamigiisii wuxuu ku maqan yahay midaan weli xaadir ahayn. Marka ka waqtiga jooga waa ka daciifaya. Hadhowkaasi markuu yimaadana kaana hadhow ma qaban karo. Oo sababta uu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam, laa tatamannow liqaa alcaduw, ha tamaniyuna ha jeclaysanina cadowga inaad la kulantaan, cadowga gaalaad yaa inaad la kulantaan, ha tamaniyina. Walaakin idaa laqiitumuuhum fasbiruu, ha yeeshee haddaad la kulantaan sabra, sabra. Marka maxaa la doonayaa? Camal aan markan xaadir ahayn waa in niyadii qofku aanu ka daba ridin. Yaa taacatu lwaqti waa inuu ku gaabsadaa. Saas aawadeed dadka tamaniya camal aan weli xaadir ahayn had iyo jeer tamaninayaa, ka markan joogana waa ka mashquulayaan, kaasi markuu yimaadana hadda ma qaban karaan hadhow. Waa ta yidhaahdeen muslimiinta qaarkood markii lagu yidhi gacmaha laabta, yaa alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum aqiimu salaata waatu zakaa. Yacnii saas markii lagu yidhi waxay iyagu jeclaysanayeen in dagaal la amri lahaa, in dagaal la amri lahaa bay jeclaysanayeen. Siday saa u jeclaysanayeen markii oo lagu lahaa gacmaha laabta, dagaalkii markuu yimi waxaa dhacday qaarkood inay ka daciifaan, oo dagaalkii markii ay la iman waayaan, alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum aqiimu salaata waatu zakaata falamaa kutiba calayhim lqitaalu idaa fariiqun minhum فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يعني وحي ما ذو وقتك لأنه قد بلكتي سبب النزول كساق صار رطي وحي ورنا يا المركي هورا ما جهاد كان لا أمره مركي وحي فكر كودا يتمني قود مركي هورا وحي جهاد مركي ضنباء ويمينة وحي الهدين ما دبنا لا قد قد ورد إن مدى ما دبنا لا قد قد. Marka waxaa laga qaataa camalka markaa jooga, haddii qofku markaa ka mashquulo oo markaa waxa weeye aanu niyadiisa iyo fakarkiisa iyo dadaalkiisa aanu ku koobin, ee midaan weli xaadir ahayn uu tamaniyo jeclaysto inuu kaasi hadduu hadhow yimaadana ay dhici karto inaanu markaa sidii la rabay inaanu la iman. Taasaa laga qaataa. Qiso kaloo la mid waxay sheegaysaa reer banu Israa'iil markuu Ilaahay ka warramayey ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني مركوا روح إلى هايين ما دغالكنا لقوا جبيو ما جهادنا لأمره. Haddana markii waxa weeye jihaadkii la amray badankoodii waxay noqdeen inay ka jeestaan, saasay ku dambeeyeen. Yaa marka Cabdiraxmaan ibn Naasir Asacdi kitaabkiisa Alqawaacid Alxisaan wuxuu ka qaatay qaacido odhanaysa aayaadka caynkaasa markuu soo qaatay qasru nadar cala alxaalati almawjuuda. Yacni waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya xaaladda marba joogta in aragtida iyo fakarka lagu koobo, aan loo hanqaltaagin midaan weli xaadir ahay, midaan weli xaadir ahay in loo anqal taagin. Marka cala kulli xaal halkana waxay noogu sheegayaa camal walba waqtigiisa waa in la gooyaa, lala yimaadaa, aan dib loo dhigin. Haddii markaa waxa weye dib loo dhigo camalladii waa qofka ku biiraya, hadhowna ma wada qaban karo. Qodobka ugu dambeeya oo kitaabka ku gebagabeeyey waa qodobka 22-aad, wayanbaqi an tatakhayyara min alacmaali annaafica alahama falaham, waxaa habboon waa inuu ka doorta camallada waxtaraysa, ee camallada wax anfacaya wax taraya waa inuu ka doortaa midba sidu u kale muhiimad badan yahay. Ka ugu muhiimadda badan waa inuu horeysiyaa deedka ku soo xiga, deedka ku soo xiga siday u kala muhiimsan yihiin waa inuu kala hormariyaa. Wamayis bayna maa tamiilu nafsuka ilayhi wa tashtadu raqbatuka fii, waxaad kala socdaa waxay naftaadu u yeelanayso, jacaylkaaguna uu darnaanayo aad aad iyo aad u jeceshahay. Fa ina diddahu yuxdisu asa'amata walmalala walkadar, waayo waxaa markaa aad aadkii aadka u jecesha naftaadu u yeelanaysaa ka kullidka ahi, yuxdisu asa'amata walmalal, wuxuu soo darisiinayaa kugu keenayaa daalitaan. Asa'ama iyo almalal waa isla macni wey, inaad ka daasho ama aad ka noqto say dadka qaarkood ka cabiraan, inaad ka daasho ayay markaa kuu sababayaan. Yuxdisu asa'amata walmalal, daal aad ka daasho ayuu markaa kuu soo darisiinayaa, iyo walkadar yacni in markaa waxa weeye moralkii marka aanu ku hagaagin oo marka waxa uu ka qasmo. Wastacin calaa dalika bilfikri asaxiixi walmushaawara,
وحانا دوكا الميستا عمل كواناك سنك وأنفعية إماتك الله إمان يسو وحدوكا الميستا فكر صحيح وصحة يوال مشاورة تشي أدعيد الله تشطه عدو ناكسن إن الله تشطه فما ندم من استشار ما تيران يوضه أما إسماعيل الكامبيو من استشار كي مركا عيد للشورة أو عيد مركا حكمة له مركا للشورة يعني مركا إسماعيل الكامبيو وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا وحد درسته وحد دونه يسسمين تي سنة درسد يعني مركا دقيقة وآد أدوه بسطي يا وين الدراسيسة وواحد كبار عندك تي وين نغنى يسا واحد صمين يسا وكو حساب صن فإذا تحققت المصلحة وعزمت مركا المصلحة حقيقة إن مصلحة كترته وشيء غني هاي شيء مركا صالح ومصلحة له وفي عن وعزمت أن أدقو أنصته فتوكل على الله الله ترصاره إن الله يحب المتوكلين إلى هاي وحش عليها يكوى الله ترصر طاي وحش عليها والحمد لله رب العالمين وحشوخ نوت المامية قضبك وقضن بيا عمل الله مركا نافعة وحد كدورتا مدبك وكم مهمة بذي وحدعي كرتا عمل الله بذن أو ناكسن إن قفك أي صورة قلتا إن السمايو عمل الله بذن أو ناكسن أي دعي كرتا إن السمايو تيس كم مهمة ما هو كلم مهمة بذيه سيدا يو كلم مهمة بذيه وين لو كالهر مريا الأهم فالمهم وإلا لي مادا كمهمة ضبضا وإلا لي مادا وسيدا يوكل مهم سيهين وإن لو قد ذالا سيدا يوكل مهم سيهين أوكل النفع بذيهين وإن لو قد ذالا عمال هذا وحيوقع بسم الراجح يمرجوح مدبا ميسان له من نوالغا ميسان بذيه كم ميسان كبضا وإلا لي مادا هذا اللغض هو النافع لكن النافعي أياكل مصلحة بضا وكل نفع بضا وكل وحتر بضا مثلا هو فر لي سنه لبد هو نافع وي لكن كيف امرك هو حسين نفع بدن تفر الكين لا ما داسين نفع بدن وقتي اد ان كل مساء اي سوره غلي ويدو وانا فر الك قدمتها وقتي هو كلا عجيد النقضي وقدر فر الكين لتكذا كل يا صلاه وقتي يدي كهدي سنه كو مشغولي قرت فر الك ركاله يعني وحوي وقتي قد امرك اودي كرت لبد ان لو ود تيمادو باي كو سوره غليسو لبد لو ود كاله وايو إن المركز اللبض واللوض التماد داسون هي فر الكبا وحي كان نفعي بضان تهي فر الككلي إن الله تماده ويصنه وحوية هي دفاعية هي فر الك وفر الك وحي مركز نقصان كوي ما داسونها لقد ما يستري سيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قصار ورطي هذا مارتا وطيع علماء ذو الهدان من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور يعني الروح فر الك كم مشغول يصنها ومرك اللبدي يسكل إيمان كريواي فرلكي ميسان كصاري الليمي ومرك كل مي كريواي كسوحو نغنية معذور ميد العذر داري أي نغنية يا ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور روح السنه كم مشغولية فرلكنا وميد لكدي يعني الشيطان باكدي يا شيطان أي كدي والشيطان كو حدونية تقفك إنو مرك بكل حيلة وصيلة إنو اللمية وربا يا قفكو استعمال مركو الرمايا العلامة ابن القيم وحو إلى هذا مركو روح يسكت يا قفك قال لماذا ينو تشيدو وقال يسيو هذي تاسي أسورة قلي ويدو وحو الدونا مركو إيسا مركا قضب كاللبات بأسو قدباه سي أموله أكتي سيوك المهم سيين محيطا مركو وقه الرئيسة قال لماذا ينو كره ذا يدونيا تاسي هذي أسورة قلي ويدو وحو الدونا يبدعا ينو كره ذو وبدعا دي دي واشاي صنغ ونغن يوتشوك تأه دي وكدر انت هاي مركو حي معاصي دي قلي إلا قفك ووحو كتقربة يسليه إلهي يقول له أو هريها بين الله إيمانه يا مركا وحوهي شيء ربي كفه قينا إياه أو دونا إياه إساقنا مركا إنه ربي يقول له هذا ومركا وحتى أوليما دو كفر حسيها إنه ليمي وصابت إلى هذين بعض السلف سيد صفيان وكالي لغا سوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية بدعة إبليس كتش عليها معصرة لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها ويا معصية والله قد توبت كينا لكن بدعة سيدة غالب كان لقمة توبت كينا وحوش يدعى الغالب يا حديث معناها تلمام يا نواب الشراء والشيقية إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته يا يعني نروح مركا بدعة وصاحب إلى هاي التوبة وكتها يضي إلى بدعة دا كتري وشروط التوبة محكم إذا الإخلاع عن الذنب بدعة دي نهدى نكفقين دي التوبة دي أصح ميس غالبا مركا الشيقة بدعة سنقفك وغنقضاء ما بدنا ما يدعى ذاتك غارينك توبت كينان لكن
يعني وحلقت المامي من حيث الغالب أي شيء، والبدعة لا يطاب منها أساس أي شيء. هذه بدعة أسورة قال ويدو دم بكبيرة إنه كل رداء يضونا مرتبط الصدحات. هذه تاس أسورة قال ويدو دم بالصغيرة إنه كل رداء يضونا والشيطان كي يا. هذه تاس أسورة قال وتي أفراد. هذه تاس أسورة قال ويدو وح مركز ضونا شيء مكروه ولا قف في عين هاي أو سنة ذي وكلام مقابل أه وكور شيء ذا إنه كل رداء. هذه تاس أسورة قال ويدو وحد دونا إنه وحوي شيء مركا عمل مفضول ولا قفز لبديه هاي إنه مركا وحوي كرده ومركا النقطة وحوي عمل كأفضل كأي كمفضول كأ ده وحوي الشيطان كي وحي صورنا يا ده كأفضل كأ طبيعي ولا يمنا كمفضول كأ كم مشغول كمفضول كم مركان وش شيء ذي اللي قفز لبديه هاي هذا هو عمل ونكسن لكن هو اللي قفز لبديه هذا يتأسنا والسورة قال ويدو وحد دونا شيء مباح إنه كم مشغوليه يعني وحوي إلى تضام مرتبو أي مركا مرنية مركا وحوي وحقفك أنفعية إنه آدي آد ود ذاله سلي أكل نفعي بذيه إنه أكل هرمريو أي آدي آد مهمة قدم الأهم فالمهم حض هرمري ساك مركا وحوي أهم كي مهمة ضبطا ديت كم مهم كاكو حسي هل كان وحو كلا ينوت المامي وحي النفط أضوء إلى نيسو آدنا أضوء تعيش هاي وإن آد مركا وحوي آد مركا كلا الصعدة وحلقة يا با شيء إنه آد أسي شعري هاي وشعيل كيس آد وقبضي شيء إنه دون ذلك شعيل كيس إنه ساقه هصيو مركا شيء جو آد كأسي شعري هاي تسو مركا وجود ذلك يا كل واقب ضنا يسا شيء قانو شعلن علم جو كلام مركا كان ضيع علم ذو حيل هذان علمت الشرعي جاء علم جا قفك النفتي سوء إلى نيس آد كأسي شعري هاي ولو هب النقضو مد مركا لقفض لبدي هاي وينو مركا كود ذلك صابت وحيتها كأوعتك أوتش عليها إنه كبي يقارو أيا مركا آد وقبة ضنته نفتي بآد وقد داريس لكن علمي مركا وحوية نفتي سي أيني آد يعني مركا آد وقصي الدذالين آد هم منين آد مركا تشعيل كيسوانو آد وقصي بضنين ونفتي آد وفيك سنين النفت وكل ريحيو تمرتوفي عنه إنه كقارا لغا ميابا لكن الشيء النفتي سؤاد كأوئي لنا يسوى حلقيا مرتوفي عنه إنه كقارا مركا وحوقات كأوتشعلي هاي إنه كدالين بالغيابة ويسكون له لكن وحي تشعيل كنفتي سوائنا آت كأودرنين وحا دعي كرتا إنه كدالا أيا دعي كرتا إنه كدالا دعي كرتا وعكالو يلي شيخ وإن أتكال ميستا فكر كالصحضة إيا مركا تشي أدعيد له تشته وشاورهم في الأمر يا مركا مشاورة وإنه السمعية وأمرهم شورى بينهم مركا أقو أنصده وشيق مصر الحديث اللي أقاده أو حقيق صده مون أقو أنصده وينو إلهي تلصارتا الله وينو تلصارتا طيب مركا وحوي أرنكي ولي مادا أنو كول ولاعين يعني ولاعا مركا قفك أول ولاع حيالها مركا ضعف في قصابه أي كمت مركا ولاعا وينو مركا إسكتشرا النشاط كي في الفرعون إذا كل مادا وكد ذال وينو آدي آد مركا وكد ذال إلهي وينو مركا بريا والدعاء إلهي بهب وين مركا آدي آد وينو الدعاء إلهي وبريا وأديك سدا طاعاتك يا خيراتك انا ادي اذ فربط صدا يعني مركز تو الهي اذ حسو حسك الهي فربديو تعدي سبديو الهي تلصارتو وحو نقن يا مركز ميد فرحسن ميد وحوي مركا مرغدا اي همغا اي غمغا ساي كتغيان ميد وحوي مورلكي سفيعن يحي ايو مركا نقن يا مركا بريده الهي وان مركا لبديا وانا صارغن دعادي مركا همغا اي غمغا انو كدعيستو ان الهي كقاضو وككحيو دعوينك كسوار ري وحكم إذا وصوت الماني وكتابك إنك كسوار غني هلك وحين أقول لهم هذه درسي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة أي أنا أقول لهم هذه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم.